2015، بلغ إلى علمنا من خلال التواصل مع مصادر من داخل السفارة المغربية بالديار السعودية على أن هناك بالفعل أمل لتمتيع المواطن محمد إدباروش بالعفو الملكي، وبالتالي سيتم ترحيله إن شاء الله إلى المغرب. هذا آخر مستجد بخصوص الموضوع، ونحن طبعا ما زلنا على اتصال به كذلك، واتصال بالعائلة ديالو والأسرة الوليدة ديالو على وجه التحديد. للأسف مشكلنا من خلال الأخ اللي كلفناه بالمهمة، الاتصال ديالو مباشر مع هذا المواطن الأم ديال الشاب باروش محمد. قال لي ودي السيدة كتعيش واحد المعاناة شديدة والبكاء المستمر بسبب تهديد الابن ديالها بقطع اليد ديالو، وبالتالي هذه بالفعل معاناة اجتماعية مريرة. وكنت من الله عز وجل أن تراعي السلطات السعودية لهذا الوضع الاجتماعي اللي كتعيشه الأسرة ديالو، ومن المفروض أن السلطات المغربية خاصة الدبلوماسية المغربية على مستوى السفارات ومستوى القنصليات أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المغاربة من بعض التجاوزات ومن بعض التبعات اللي كتكون المفروض من المحتمل أنها تكون غير لا تتوفر فيها المحاكمة العادلة.